أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وجلاله الأبيات التي امتثلت بها خولك، واذكر الله في أيام محدودات من عبد الأسكار عندك، وتقبل مني وبارك لي يا كريم يا شكور فوق ذنب في الدنيا والآخرة. آمين بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم، بجاهي محمد ذوق إلى الله، وجاهي قرب من الله، بجاهي هو الجريم
النار والملاي فغي قد الكون لزر مدى ولا أمري فويد بالمختار والملاي يدي وقلبي له قيل له أبدا زاخ المدن لرسول لله بالله يدي وقلبي له قيل له أبدا زاخ المدن لرسول لله بالله يدي وقلبي لا عدن له بيدا زخمة لرسول لله بالله أسكى ثلاث ميتس لمن البلاد علي بالعلي والعذاب من يا ربي صل وسلم لمن كرم على وزيلتي الحسنى إلى الله يا ربي صل وسلم لمن كرم على حسنى إلى الله يا رب صل بس لمن على وزار من اكتفيت به في طاعة الله أمين محمدا المختار من مدار بالآل وزبيز بالمالك الله محمد جناك عن العزاز بخادا وجلة في جينا للواز الله محمد جناك عن العذاب خادم وجنة في جينا للواسع الله مالك لي الأمام فاخر منا كراما يا مغنيا كل مختار إلى الله علي سلم ولم تتم به خصي وسول يا ما أرجو من الله دعوتك اليوم في الأيام مرفقيا سواء من أجاب الراسخ الله وجيه لي الهمايا مغني بلا غلاف كسفا كسفا لتي انواتا في خن من الله فاغفر لله اجعل ولي ابدا نورا نورا اعوذ به العذاب والخربى والبسرى لدى الله تميم مرادي واسع
في العمر يا زمان وكل يا دراد علي لدى الله تمم مرادي وعزا في العمر يا زمان وكل يا دراد علي لدى الله تمم مرادي في الحمر يا زمان وكل يا دهر وعني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها خدا عوائج كلها خدا عوائج كلها في غزلان خدا أن يفوق زني وزن خير مع سلامتي والعافية والاستقامة وتوسعتي وسعادتي وكونك لي راديا عني بجودك وكرمك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.